Donc on va procéder directement à l'ouverture des enveloppes. Bismillah. Maloula, Jibhat al-Mustaqbal, numéro 6. Jibhat al-Mustaqbal. Voilà. Numéro 29, Al-Bahja. Donc, Qa'ima Mustaqila, Al-Bahja. Donc, le candidat Hamlat Riyad. كما شاهدتم ولاحظتم جرت العملية في شفافية وبحضور بعض ممثلين الأحزاب والحمد لله وهذا انتصار الجزائر رجع الكفاءة اللي كانت هنا في المركز والمؤطرين اللي كانوا في بعد ديبويمو بعد انتهاء عملية الأخر يخرجوا الأظرفة ويحسبوا بالقائمة وبعد يحوسوا بالأشخاص.